طب احنا بقى هنمسح خلاص ده كده ملوش لازمه، كده بس بنشرح عليه. هنقول له ديليت لللايرز، ديليت لللايرز، احنا كده اللايرز بتاعتنا خلاص هي اللي هي بتاعت الداونلود اهي. طبعا هسيب كده، هطلع من بره. احنا قلنا كل ده بيحصل من هنا. طب انا دخلت جوه كده، جوه بقى الكتاب ده، تمام. وانا جوه الكتاب عايز بقى اعمل السناب بتاعتي اللي هي بتفتح الصور، يعني واحد بيدخل على كذا بيخش على كذا وهكذا. يعني عايزين نعمل بقى موفي كليب اسمه داتا، اللي احنا زي كنا عاملينه برضو في المشاريع اللي فاتت. ده طبعا مثلا ده داتا، هو جوه داتا وجواه بقى مثلا 50 فريم، كل فريم فيه انت حاجه انت عايزها معينه. ممتاز. يبقى هنخش هنا نرسم ريكتانجل في الحته دي. طبعا لازم بقى تعمل كده نيو لاير جديده بنسميها ايه؟ داتا، تمام؟ ونعمل ريكتانجل بالبرسبكتيف افضل عشان تحددها بالظبط كده. يبقى هتعمل هنا مثلا اف 7، المفروض هيبان في الايه في الاخر معاك، تمام. هقفل بقى كله ما عدا ايه؟ الداتا ده، ما نسيبش في حته احنا مش عايزينها، تمام؟ وهعمل كنترول بلس زي كده. تمام. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هرسم مستطيل هنا كده في الحته دي، في الحته دي كده، اللي هو المفروض اكبر مساحه انا اقدر احطها للايه؟ لمستطيل الداتا ده، تمام. وبعد كده احنا قلنا هنرسمه برسبكتيف عشان خاطر نعمل الكيرفات بتاعته. وبعد كده هتيجي تدينا بس كيرفات شويه كده دي، تمام. والمستطيل ده مش لازم يبقى ليه لون، انت كده كده انت عايز الورقه لونها يبان بالظبط. فانت كده كده هتقول له ايه؟ هتقول له ان الاوباستي بتاعته صفر، بس انا هخليها 10% بس او حاجه عشان ايه؟ اعرف اشوفه بس في الاخر البروجكت خلاص هبقى اخليه صفر. بس خلي بالك هو لو كتبت جوه الكلام دلوقتي الكلام ده هيطلع بحتان، فلازم دلوقتي اقفله في ايه؟ موف كليب الاول اف 8 وسميه داتا. كده بقى ايه؟ المستطيل بتاعنا. هخش بقى جوه داتا ده، هتعمل كل اللي انت عايزه هنا في الفريمات دي. مثلا عايز مثلا انت المفروض تبقى عندك كام صفحه؟ 5 صفحات. فهتعمل عند الخمس فريمات ايه؟ الداتا بتوعك 1 و2 و3 و4 و5، تمام. لو هنفترض مثلا ان انا عندي، هقف هنا وهقول له نيو لير، ادي اول حاجه مثلا، تمام. هاجي هنا بس اعمل اف 5 عشان يبقى جاي معايا الخلفيه، وهاجي هنا هقول له انا عايز مثلا في الداتا الاولانيه تبان صوره. بس خلي بالك بقى ايه، في حته هنا دلوقتي وهو بيقلب الصفحه دي المفروض الصوره تختفي والصوره اللي بعديها بتبان بالظبط. في هنا حته ايه؟ في ترانزيشن. فهنخلينا بس في الداتا رقم واحد اللي هو الهوم بيج، فهقول له فايل. طبعا احنا ممكن نجيب مثلا اي صوره هوم بيج بقى من النت، مش عشان ننجز بس شويه في السرعه. هنخش مثلا على اي حاجه ونعمل لها ايه؟ برنت سكرين. هاخد صورتها واخش على الفوتوشوب بقى عندنا خالص. شغل الفوتوشوب كده. هو طبعا المفروض طبعا انت بتقعد تصممها بقى الداتا دي، تجيب الكلام بالوورد وتجيب الحاجه اللي انت عايزها وتبتدي تصمم في الايه في الداتا بتاعتك. هنعمل برنت سكرين. فين عندك زرار برنت سكرين هنا؟ فانكشن انسرت، ماشي. فانكشن برنت سكرين. وهخش في الفوتوشوب هتقول له كنترول نيو، هتقول له اوكي، كنترول شيفت في سي، تاخد الصفحه اللي انت عايز تضيفها الكروب يعني، كنترول شيفت اس، وهتبقى على المصطفى على الليكتشر 5، هنسميها بي اس دي جي، سوري جي بي جي.
مبقاش بي ان جي عشان شكل لا مفيش هي مش هتشكل ان هي مفيش اساسا اي بي ان جي هي كلها مصمطه وهنسميها هوم دي المفروض تبان في الهوم بيج المفروض طبعا انت اللي هتصممها هتبقى بتشف اللي وراها عشان بس هننجز يعني المفروض الفراغات دي عموما ايه سمطوم ماشي الفراغات دي تتشف اللي وراها بس عشان احنا طبعا ما عندناش وقت فاحنا هن ايه هنديك الاكزامبل دلوقتي هتيجي هنا هتقول له ايه بقى انسرت ايه امبورت تو ستيج انا ورا سنه ماشي هنرجع هنا ونخش هنا وهنا تمام طيب دخلت في الستيج المفروض بس ايه نظبطها على قد الايه الصوره اللي ورا وهنمسك بقى ده كده ونقللها شويه ونقللها شويه نقللها شوية ونكبرها كده خلاص تمام بتصممها بفوتوشوب بقى بتصممها بالوورد بتصممها بواتيفر او كتابة مش مشكلة كتابة هو اكيد لازم تبقى كتابة ما ينفعش تدخل صورة عشان تكبر لك الموقع هتاخده بقى برضو واحدة واحدة تاخد كوبي من الملف تاخد الصورة ظبطها المهم انت لازم تدخل الملف ده على الايه على الفلاش يفتح لك الحته دي لا أوه. هو يفتح لك بره يفتح لك بره جوتو جوتو اند ويب كده وتفتحه باكسترنال لينك لكن جوه تاخده بقى تاخد اللي جوه كوبي كتكست وتحطه جوه فلاش بيست وتاخد الصوره تحطها جوه الفلاش تنصها لو عربي تبقى تنصها لو عربي هتاخدها بقى برنت سكرين او تاخدها لا العربي خدها كوبي من على البي دي اف حطها بيست على الراجل اللي هو اسمه الوسيط وخدها ايه ياخدها تكست يعني كله جوه اصلا البي دي اف العربي ما بيبقاش لا مش انت ينفع تختار التكست سلكشن عايز تمسكه كده خلاص لو مسكت خده كوبي وارميه على الوسيط بعد ما ترميه على الوسيط هترميه على الفلاش وتحوله فيكتور هيبقى خفيف جدا مش فاهم الوسيط لازم تتابع ما ينفعش لا ازاي ياخد كوبي وبيست لا ازاي يعني مثلا هناخد ايه مثلا كوبي اتاكد بس ان هي اتنقلت كويس ان هي عايزه لها نوت باد مثلا ولا حاجه نيو لو حطيتها على النوت باد دي ترجع تشيل لك الفورماتنج بتاع الايه بتاع التكست بتاع النت اهي مثلا باتشسون ياخد استضافه مباريات النجم والاهلي يفضل كاس كوبي من جوه بقى البينت تمام من جوه النوت باد ازاي الكلام ده؟ انا مش معقول تقعد تكتبها يعني اصلا طبعا مفيش واحد عربي هيعمل لك برنامج حلو 100% يعني طب مفيش حتى افتح ملف تكست ما قبلش معانا انا واخدها من هنا يعني من ايوه ماشي يا فندم ايوه